امسك. لف. يكفي ولا نزيد تقطيع بعد؟ زد ما شاء الله، ما زاد زاد الخير. ان شاء الله تبارك الرحمن. شوف الجمال. ابو عبد الاله، هذا تخمير طبيعي. 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 يا سلام. طبعا. نفس الخبز يا جماعة. طريقة التخمير الطبيعي سبق ان نزلتها في قناتي في اليوتيوب، لو كتبتوا خبز المجرفة ابو حزام. يوم القناة واليسر، يوم القناة واليسر. ابو عبد الاله الله يعافيكم.